هذا الحيط يا عرب، هذا الحيط كان مسلح، كان مدجج بكافة أنواع الأسلحة، عم يرمي عليهم بجميع أنواع الأسلحة، لذلك تركوا الحمير وحطوا رأسهم برأس هذا الحيط. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بس إن شاء الله صامدين، لننزل رأسه، ننزل رأسه وندوس عليه بإذن الله. إن شاء الله رأسك قريب يا بشار الأسد، اسمع والله رأسك قريب إن شاء الله، والله كلام حكي ما بقى يهمني.